بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين وبصحه جيده. معكم مصطفى قناه يوتيوب. اللي بيسمعنا لاول مره وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس علشان توصلوا كل محتوى القناه من موضوعات تعبير ووضعيات ادماجيه. كمان اللايك، اعملوا لنا اللايك لو عجبكم الفيديو، كومنت حلو منك، والتعليقات لو عجبك الفيديو كمان. التعليقات السلبيه لا، الكم الديسلايك لا. انا ما بنزلش موضوعات سيئه او ما بنزلش حاجات مفيده، انا بنزل فيديوهات مفيده تهم جميع الطلبه. يعني اكيد بتستفاد، حتى لو ما اخذتش التعبير بتستفاد من جزء من التعبير. يعني اعملنا لايك لو انت مش عاجبك الفيديو او مش عاجبك طريقتي، ما تتفرجش عليه، ما تشاهدنيش، ما تشوفنيش، ما تفتحش القناه اصلا ولا تشوف فيديوهاتي. شوف قنوات اخرى وشوف فيديوهات اخرى، تمام؟ حابة برضو ان انتوا تشتركوا في قناتي الثانية، اللي بيحبني وعايز يخليني اكمل في القناة يشترك في قناتي الثانية، قناة اسمها يوتيوب معرفة، هتظهر لك في القناة في بداية الفيديو ده، او ما تفتح الفيديو ده هتظهر لك كده في القناة من فوق على الشاشة، حرف الاي في دايرة، حرف الاي في دايرة، اضغط عليه هتظهر لك القناة الثانية. لو انتوا عايزين تشوفوها اشتركوا فيها وفعلوا الجرس توصلكم كل محتوى القناتين ان شاء الله باذن الله. اشتركوا في قناة يوتيوب، قناة يوتيوب معرفة. عايزة منكم الدعم والمساندة، دعمكم ومساندتكم هتخلينا نكمل في القناة وننشر المزيد من الموضوعات والوضعيات الادماجية وننزل افضل ان شاء الله باذن الله. النهاردة تعبير حواري عن مساعدة المحتاجين في شهر رمضان المبارك. السند: اقترب شهر رمضان شهر الخير، واقترب معه الصبر، وفي جيرانكم من محتاج لللباس والطعام، فاجتمعت بأصدقائك لتتفقوا على آلية لمساعدتهم. آلية يعني طريقة لمساعدتهم. تعليمة في نص من 12 أو 12 سطرا: اكتب الحوار الذي دار بينكم ثم حثهم على المبادرة في هذا العمل الخيري موظفا مواردك المدرجة. يعني تعبير هيكون تعبير حواري 12 سطر، 12 سطرا. برضو بعد ما نخلص الحوار هنحث على المبادرة في هذا العمل الخيري، يعني توجيه، هنستخدم التوجيه، نمط توجيهي برضو، تمام. اقترب شهر رمضان شهر الخير والتوبة والغفران، وكذلك التراحم بين الناس، ولاحظت بعض الجيران محتاجون للباس والطعام، فاجتمعت بأصدقائي كي نتفق على آلية لمساعدة هؤلاء المحتاجين. البداية خدت من السند، البداية ايه كتبت، خدت جزء من السند وكملت عليه، تمام. اكمل: بدأت الحديث وقلت انا سأقوم بتوفير الطعام والحلويات الشهية لإفطارهم كل يوم. وقال أحمد: وأنا في خزانتي الكثير من الملابس التي نكمل صغرت وهي جديدة لم ألبسها قط، سأحضرها لهم. وأضاف محمود: وأما أنا سأخرج مما أدخره من المال وأعطيها لهم، وكذلك سأشتري لأطفالهم الألعاب المسلية. قال حسن: وأنا سأسأل عن أحوالهم وأحسن معاملتهم، فالمساعدات ليس فقط بالمال، فهناك مساعدات معنوية. وعندما انتهى الحديث، هدخل كده على التوجيه، وعندما انتهى الحديث قلت: أصدقائي الأعزاء، علينا مساعدة الفقراء والمحتاجين، وشهر رمضان فرصة لمساعدتهم وإدخال الفرحة في قلوبهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى، بعد الفرائض إدخال الفرحة على قلوب المسلمين. خلصت كده، أحط نقطة. الوضعية يجب أن لا تزيد على 12 سطر، أنا مكبر الخط مخلياه كبير. صغر خطك عشان ما يزيدش عن 12 سطر. هو تعبير حواري، اكتب الحوار يبقى تعبير حواري. ثم حثهم، لازم يكون في توجيه.
في الوضعية لازم يكون في توجيه، تمام؟ موظفا مواردك المدرجة، يعني مش لازم ايه اللي خدته كله، الموارد اللي خدتها كلها تكتبها في ايه في الوضعية، يعني ليك الحرية، تمام؟ اللي تشوفه مناسب اكتبه. أشكركم على حسن الاستماع، ما تنسوش تشتركوا في قناتي الثانية يوتيوب معرفة، وقناتي الأولى اللي ما اشتركش في القناة دي اسمها يوتيوب يشترك في القناة دي. أشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع موضوع تعبير آخر ووضعية إدماجية أخرى. كانت معكم من صفاء قناة يوتيوب، يلا مع السلامة، أشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، مع السلامة.